كريم مصحوبا بالصحة والسلامة والعافية وشكرا للجنة المؤمنة. نعطيك الكلمة، الله يعطيكم الخير. خليكم عايزين نسمع الناس عليكم. سي سباعي من أحد المناضلين الأحرار، تفضل سي سباعي، تفضل سي سباعي. أنا ممكن نقول كلام صحيح. سي سباعي تكريمه بطبيعة الحال هو رصد الأنفاس الغير. سي سباعي من الناس الغيورين على المملكة المغربية والتوابل الوطنية في مدينة فاس، وهو الذي دائما في جميع أنشطة مدينة فاس وخارجها كيكون كيمثل القدسية ديال التوابل الوطنية بهذا الزي اللي هو كيفتخر به. واحد الكلمة عنده لأنه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، سلام عليكم من رب الرحيم. خلال يومين 13 و20 من شهر دجنبر 2020 بدعوة كريمة من جمعية الوسام للرياضة والتنمية بمدينة البيضاء، نتواجد بمجمع فيلاج ناجي بطريق مديونة، والتي تنظم دوري مصغر بمشاركة قدماء لاعبي كرة القدم لفريق الجيش الملكي وفريق شباب النصر وفريق السيدي مؤمن وفريقنا بمدينة فاس جمعية التعاون الثقافي والرياضي والبيئي بمشاركة لاعبي قدماء المغرب الفاسي والميدان الفاسي. أعزائي الكرام، أثناء هذا الحفل والعرس الرياضي أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية التعاون الثقافي والرياضي والبيئي بشخص رئيسها السيد عمر فلالي صدار، نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الوسام للرياضة والتنمية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والعناية الفائقة التي حظيت بها الفرق المشاركة والكرة أعلام. مرة أخرى نجدد الثناء والامتنان لجمعية الوسام التي قامت بتكريم بعض الأعضاء من الحضور الكريم. فليكن للمعنيين بالأمر هذا التكريم مصحوبا بالسلامة والصحة والعافية من كل داء، وشكرا لكم على كرم الاستماع. على سيدي جي سباعي مازال عنده واحد المفاجأة كبيرة. ناخذ واحد الكلمة ديال سي عبد الرحيم. شوف غنفاجئوا السيد ديالك القوة في الجمعية، واجبوا ماشي معاكم شنو نحيدوا ماشي معاكم 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 ماشي